سوسامو ضحي البعر 1/8/2013 آثار الدمار سبب القصف النماج الأسدي. هذه المحلات لم تسلم من القصف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، صبرا يا أهل حمص. 1/8/2013 23 رمضان، حمص الصامدة حي البعر 1/8/2013 آثار الدمار الذي سببه القصف الهمج الأسدي على الحي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص الصامدة حي البعر 1/8/2013 آثار الدمار القصف الهمج الأسدي على الحي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المحلات لم تسلم من القصف. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. 2013 حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص الصامدة حي البعر 1/8/2013 الله أكبر. هذا سبب القصف الهمج الأسد على الحي. حمص البعر 1/8/2013 حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص الصامدة حي البعر 1/8/2013